راح ناخذكم الأمريكا واليوتيوبر عراقي يقدم محتوى كله مغامرات وأكشن وأحداث خطيرة. خلينا نشوف مرتضى التميمي العراقي اللي يشتغل بشركة فيسبوك ويقدم من خلال قناته محتوى ممتع ورائع. والآن 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 أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مرتضى، أشتغل مهندس برمجيات بشركة فيسبوك، صار لي فيسبوك 8 سنوات، ومن مدى أشتغل فيسبوك أسافر وأسوي فيديوهات على اليوتيوب. بالحقيقة أنا ما كان هدفي أنه أصير يوتيوبر أو إنفلونسر، أصلاً هذه الأسماء ما أحبها، وإنما كنت أسافر، ولحد الآن أسافر، وهذا اهتمامي أنه أحب أسافر، وكنت كل فترة أنزل صورة وأكتب عنها قصة أنه أنا سافرت المكان فالتجربة حلوة تعلمتها. وبرو الوقت الناس شفت أنه ما يقرون الكتابة ويتفرجون صور بقد ما يشوفون فيديوهات، فقمت شوية أنزل مقاطع من سفراتي، وشوية شوية صارت عندي قناة وقمت أنزل فيديوهات على اليوتيوب عن سفراتي والأماكن اللي أروح لها. هدفي أنه شوف الشاب العراقي أنه السفر مو بس للأغنياء واللي عندهم مكانة، وإحنا متعودين بالعراق أنه نعرف جوازنا العراقي ما يوصلنا مكان، وأصلاً حسب الإحصائيات الرسمية هو يعتبر أسوأ جواز بالعالم، لكن أنا قدرت بجواز عراقي أسافر لأكثر من 100 دولة، وهذا الشيء أحب أشاركه ويا الناس حتى يتشجعون ويطمحون أنه إحنا نقدر نسافر. صحيح جوازنا صعب، لكن إذا نصر ونستمر ونثابر نقدر نوصل لأبعد الأماكن وبأقل التكاليف. واحدة من الأشياء اللي أعاني بيها من أصنع محتوى أنه أكو هواية حركات يجذب الجمهور اللي هي نوعاً ما مرات تكون بها سخافات وتفاهات، أحس أنه بما أنه هاي ما موجودة بالمحتوى مالتي الناس تبتعد عنه، من أطرح محتوى يكون مفيد أو بيه مثلاً معلومات أو بيه أشياء ممكن تتحدى تفكير الناس أنه فتشغلة غريبة ينفرون منها، يحبون مرات الناس يشوفون أشياء شوي خفيفة على المعدة ما تتحدى تفكيرهم. الشيء اللي أعاني منه هواية هو من أتعب على محتوى معين وأحط قلبي بيه، لو مرات مثلاً أحكي أشياء خاصة بي أو أشياء بيها مشاعر ويجوني ناس ينتقصون منها وكلش يعني يستهزئون بيها، هذا الشيء يجرحني هواية وصعب مرات تتعامل وياه. ودائماً أبدي الفيديو مالتي والآن اللي هي هاي تطورت هيك من وحدها يعني بمرور الوقت، كل ما أبدي فيديو أنا أكون مرتبك عادة، ولحد الآن أنا مرتبك من أبدي الفيديوهات مالتي، ومن أقول والآن نيتي نوعا ما أنه كأنه أنا أضحك على نفسي، أحاول أنه كأنه أنا طالع مذيع وهيك دا أحكي بطريقة أنه رسمية، لكن أنا أدري بروحي أنا مو رسمي، فهيك شوية أكسر هذا التوتر اللي عندي فأقول والآن، بعدين أبدي أحكي بطريقتي الاعتيادية، فتساعدني أنه شوية أتغلب على هذا الخوف اللي بالبداية. والآن خلصنا من تقرير مرتضى واختلافه لحضور براء طبعا على اليوتيوب، لكن قبل أن ننتقل للبراء، أحلى شيء من واحد يشتغل بالفيسبوك. أي والله، يعني أتمنى أشتغل، أنا هم أشتغل بالفيسبوك بس أشتغل يوزر.